rectum and anal. هذا هو الفيرتبرا الكولون. واحد، اثنين، ثلاثة. هاي S3 فيرتبرا وهذا الكوكسيكس. فالمنطقة اللي تمتد بين L3 sorry S3 and coccyx C2 بالضبط هو الركتم. الركتم نبدي بيه إذا إجانا هنا بوينتر نقول الركتال أمبولي. بين الساكرم بين البون and the rectum there is a fascia. هاي هي الفاشيا. هاي فاشيا اسمها wilder fascia. هاي هي wilder fascia. بين الركتم وبين البلادر اللي صايرة بالميل anterior to the rectum اكو also fascia. هاي شنو نسميها؟ نسميها denonvillar fascia. هاي هي denonvillar fascia. اذا اجانا هنا بوينتر denonvillar fascia. هنا أنا اكو pouch ما يبين بالميل نسميه rectovesical pouch. ما يجي بالجزء اتوقع لان ما يبين بس الفاشيا مهمة denonvillar فيش. نكمل. هذه البلادر بما انه هذا ميل فهذه اليورترا وعلى جانبيها اكو بروستيت جلاند. بلادر يورترا اند بروستيت. نرجع ورا الركتم تكمل تمنو تكمل الانال كانال اللي قال انجل يصير بين الركتم اند انال كانال. الانال كانال تنقسم قسمين الابر بارت مالتها نشوف وجود الكولومز. هذه الكولومز انال كولومز. هذه اللور بارت هذه هنا الاورفيس او نسميه الانال فيرج. اذا اجانا هنا انال فيرج هذه الجوانب هي الانال مارجنز. عندنا اكسترنال ماسلز اكسترنال انال ماسل هذه بها 3 اقسام. الاول هو السبكوتينيوس الورا هو السوبرفيشال واخيرا الديب. وبها اتوقع هذا كل شيء ما له بهذا الايميل يعني أمبولة الأنال كانال والبلادر واليورترا والبروستيت. حجينا هالدينون فيلر فيشة والوالدر فيشة. هذا بالنسبة لهذا الأسبوع. خلينا نشوف الفيميل. لا أنا جيب هذه هي الفيميل نفس الشيء. هذا واحد اثنين ثلاثة من هاي يبدأ الركتم مشولة الركتال أمبولة بس هذا كتكملة من الركتم. نفس الشيء نلاحظ باعتبار هذا هنا بون المفروض هنا اكو فيشيا هي الدينون الويلدر فيشيا. الفرق الميل عن الفيميل كانت البلادر انتيرير تو ذا ركتم هنا البلادر انتيرير تو ذا يوتيرس لان بالفيميل اكو يوتيرس فهذا اليوتيرس وهذا الركتم. فالترتيب مالتهم شلون مهم بلادر فاجينا اند يوتيرس. هذه فاجينا ويوتيرس اند ركتم. هذه بالفيميل لاحظ 3 اورفيسز الاول فور ذا يوريثرا الثاني فور ذا فاجينا واخير واحد هو فور الانال اورفيس اللي هم من نلاحظ الانال فيرج اند تو انال مارجنز. هذه هنا اكو فت ثيكنينج. نعم ثيكنينج مالت المصل. خلينا نتاكد منه بعدين شنو صارت هذا المصل. اوكي هذا بالنسبه لهذا السبوت. سوري هنا عندنا بين اليوتيرس والركتم اكو فيشيا مفروض شنو اسمها؟ اسمها الويلدر فيشيا واكو باوتش كلش واضح اذا جهنا انا بوينتر. مو الويلدر فيشيا دينونفيلر فيشيا. هذا البوينتر هنا شو نقول؟ الباوتش اوف ديجلاس. الباوتش اوف ديجلاس موجود اونلي ان فيميل. هذا ميل. نعم ما مبين من عنده غير الركتم. البلادر مفروض قدام مشوله فبس الركتم واضح اذا جانا بوينتر فهو الركتم. وين الركتم؟ دقيقه اتصور بس نرجع له بس دقيقه. هذه فيميل بالفيميل لاحظ وجود البلادر. هذه البلادر لاحظ الفاجينا هذه الفاجينا والى الوراء هو الركتم. هذا سبوت هنا محمد هنا هذا سبوت خلي بس هذه فور فيميل. هذه هي الفاجينا وتكملة اليوتراس. ما هذه اتوقع البلادر ما طالع منها كل شيء بس مجرد تفضلنا صورته حتى خاص نسأل عليه بعدين شنو ردت مني.